منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار ومباشرة إلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيب. دور المحكمة الدستورية في إرساء دولة الحق والقانون والتأسيس لنمط رقابة جديد، محور الملتقى الأول حول المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020. تخرج 8 دفعات من المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم برغاية، وتخرج دفعات بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال بسيدي فرج، وتخرج 9 دفعات بالمدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية بسيدي بلعباس. دور وسائل الإعلام في المساهمة في إنجاح الحدث المتوسطي والترويج للزخم الحضري والسياحي والثقافي للباهية وهران من خلال المتابعة الآنية والتغطيات الميدانية للحدث. البسيط يتألم كثيرا بسبب هذا الغلاء الفاحش. المواطن البسيط ما حويجو، المواطن البسيط بدا كيبيع نفسه. تذمر شعبي واحتقان سياسي واجتماعي جراء تردي الأوضاع المعيشية أمام عجز وتجاهل تام لنظام المخزن المصر على الهستيريا السهيو تطبيعية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف. وعقب اللقاء أدلى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بالتصريح التالي: تشرفت ظهر اليوم بمقابلة تتسم بالإيجابية جدا مع سيادة الرئيس عبد المجيد تبون. تحدثنا في مجمل الوضع الدولي، الوضع الإقليمي، الوضع العربي، وبالكثير من التعمق، واستمعت باهتمام شديد لوجهات نظر سيادة الرئيس واهتماماته العربية الحقيقية الصادقة، وأيضا لتحليلاته فيما يتعلق بالوضع الدولي الحساس في هذه اللحظة. قدمت لسيادة الرئيس تقريرا شاملا عما وصلنا إليه مع صديقي وأخي رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر في الإعداد لهذه القمة القادمة، وبدا لي مؤكدا أن هناك تحضيرات جزائرية جادة للغاية لعقد هذه القمة في 1 و2 نوفمبر القادم، وسوف نستمر كأمانة عامة جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الجزائرية في الإعداد والتجهيز لهذه القمة. وبعد ظهر اليوم سوف أقوم بزيارة لمقر المؤتمرات لاستقصاء كامل الرؤية فيما يتعلق بإجراءات القمة، مواعيدها، مسارها، وكل ما يؤدي إلى نجاح هذه القمة. أراها زيارة إيجابية للغاية ولقاء مثمرا بإذن الله. شكرا جزيلا.
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة محادثات على انفراد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتتوسع فيما بعد المحادثات إلى جلسة عمل. المحادثات تناولت التنسيق المستمر بين الجزائر وجامعة الدول العربية والتحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022. شكل موضوع المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020 ودورها في إرساء دولة الحق والقانون محور الملتقى الوطني الأول الذي تنظمه المحكمة الدستورية على مدى يومين برئاسة رئيس المحكمة عمر بالحاج، الذي افتتح اللقاء بحضور أعضاء من الحكومة ومن المحكمة الدستورية ومن مختلف المؤسسات الوطنية الاستشارية والرقابية والقضائية إلى جانب خبراء ومختصين. إلهام عشير. الإطار المفاهيمي للرقابة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري 2020 وكذا مختلف الجوانب المتعلقة بالمحكمة الدستورية ودورها في إرساء دولة الحق والقانون شكل المحور الرئيس لهذا الملتقى الأول من نوعه. تعهد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعديل دستوري يكرس الديمقراطية ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات. وصدر التعديل الدستوري مستحدثا لمحكمة دستورية بدل مجلس دستوري، وليس الأمر مجرد استبدال تسمية بأخرى، بل يتعلق الأمر بإرساء وتأسيس نمط رقابة جديدة وغير معهود من شأنه المحافظة على حياد واستقلال هذه المؤسسة الدستورية. مقاربات أكاديمية لمختصين في القضاء الدستوري تناولت التجربة الجزائرية في مجال الدفع بعدم الدستورية كآلية جديدة لحماية الحقوق والحريات. هي اختصاصات رقابية على النصوص القانونية بمختلف درجاتها، وكذلك الفصل في المنازعات المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية التي يتقدم بها المتقاضين. الدفع هنا ليس مباشرة إلى المحكمة السورية، بل تحيله المحكمة العليا أو مجلس الدولة. وبالنسبة للنزاع فإنه لا يفصل فيه حتى تفصل المحكمة السورية في هذا الدفع. المداخلات ميزها نقاش ثري وحضور قوي لطلبة القانون لاكتساب معارف دستورية جديدة، وهو ما يهدف إليه هذا الملتقى الذي يواصل أشغاله على مدى يومين. في النشاط البرلماني صوت أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، صوتوا بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل الذي عرضه سابقا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، الذي أكد بأن هذا المشروع يجسد التزاما آخر من التزامات السيد رئيس الجمهورية لتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية باستحداث حق جديد يمكنهم من الاستفادة من عطلة سنة كاملة قابلة للتمديد لستة أشهر لإنشاء مؤسساتهم. كما صوت نواب المجلس بالأغلبية على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، ومشروع قانون آخر متعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. الجلسة جرت بحضور وزراء القطاعات المعنية ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. أشرف أمس اللواء عبد العزيز هوام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم على مراسم حفل تخرج 8 دفعات للضباط المتربصين بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم علي شباطي بالرغاية بالعاصمة. خليد حاج جلالي.
مراسم حفل تخرج دفعة الضباط المتربصين بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز هوام استهلت بتفتيش المربعات بساحة الاستعراض، ليلقي بعدها قائد المدرسة اللواء بن بعطوش لطفي كلمة تطرق فيها إلى المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها الضباط من قبل مدربين مؤهلين وأساتذة أكفاء، ما يمكنهم من أداء المهام المنوطة بهم بكل احترافية، داعيا إياهم إلى بذل أقصى المجهودات دفاعا عن عزة وكرامة هذا الوطن وصونا لأجوائه وحرمة ترابه. هذه الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا شاملا يمنحها مستوى عالي من الكفاءة والتأهيل لمواكبة مسار التطوير والاحترافية وفق نظرة مستقبلية واضحة المعالم، والتي تسعى لتحقيقها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، خاصة على مستوى هياكل التكوين باعتبارها الخزان الحقيقي لتحضير مقاتلي قوام المعركة. بعد أداء القسم من قبل المتخرجين تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، ليعطي بعدها قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اللواء عبد العزيز هوام موافقته على تسمية الدفعات المتخرجة باسم المجاهد الراحل اللواء العوادي عاشور، ليستمر الحفل باستعراض عسكري قدمته مختلف تشكيلات الدفعات المتخرجة تميز بالدقة والانسجام الكاملين. وعلى هامش الحفل نظمت أبواب مفتوحة بالمدرسة خصت مختلف مشاريع الطلبة ومعرضا للكتاب غنيا بالعناوين العلمية منها والتكنولوجية. ولازم أول اسمع لي هبدين مهندس دولة على مستوى مخبر الآلية. في ختام الحفل كرم قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم رفقة قائد المدرسة ومجموعة من الإطارات عائلة المجاهد الراحل اللواء العودي عاشور الذي أطلق اسمه على الدفعات المتخرجة، ليوقع قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم على السجل الذهبي للمدرسة. وبالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال بسيدي فراج بالناحية العسكرية الأولى أشرف أمس اللواء مبروك سابع مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تخرج الدفعات لسنة الدراسية 2021-2022 في تخصصات عدة. وليد صاري. بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال سيدي فراج بالناحية العسكرية الأولى استهلت مراسم حفل تخرج الدفعات لسنة 2021-2022 بتقديم عرض مفصل حول النتائج الدراسية المحققة لدى مختلف فئات ودورات التكوين. استمع إليها السيد اللواء مبروك سابع مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي. ليقوم بعدها سيد اللواء بتفتيش تشكيلات الدفعات المتخرجة. أيها المتخرجون، ليلقي بعدها قائد المدرسة العقيد محمد زيتوني عرضاً حول دورات التكوين الجامعي ماستر مهني تخصص اتصال عمليات وكذا التكوين الجامعي ليسونس LMD في 3 تخصصات: المراسل الحربي، الإعلام العسكري والاتصال المؤسساتي، وعدة تخصصات هامة في علوم الإعلام والاتصال. أيها المتخرجون، إنكم تتخرجون اليوم بعد تربص مكثف وجهد جهيد وتكوين عالي حرص فيه هيكلنا بالإطارات والأساتذة عن تسليحكم بقيم العلم والمعرفة والأخلاق المهنية وبأعلى مستويات التكوين والتدريب. متخرجون القسم، أقسم
وبعد أداء المتخرجين القسم، أشرف السيد اللواء على مراسم تسليم الشهادات وتقليد الرتب للمتفوقين، كما سلم سيف المدرسة للطالب المتفوق في التكوين الجامعي ليسانس ألمدي. ووفقا للمراسم العسكرية سلمت الدفعة المتخرجة العلم للدفعة الموالية. نحن أهل للوديعة، صدورنا دروعا منيعة، بالدم والروح نبديها، وبالعلم والسلاح نحميها. بعدها وافق السيد اللواء على تسمية الدفعة باسم المجاهد المرحوم محمد يزيد. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم محمد يزيد. ليتابع بعدها الحضور عرضاً عسكرياً عالي الاحترافية قدمته تشكيلات الطلبة المتخرجين. وعلى هامش حفل التخرج زار السيد اللواء الورشات العلمية واستمع لمختلف العروض المقدمة من قبل المتربصين والطلبة. ليتم في الأخير تكريم عائلة المجاهد المرحوم محمد يزيد أحد أشاوس الثورة المظفرة. أشرف أمس اللواء سويد محمد البشير المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة على مراسم تخرج دفعة جديدة من مختلف التخصصات ومستويات التكوين بالمدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية الشهيد الدكتور يحيى فارس بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية. سونيا غاسي. مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية استهلت بتفتيش مختلف تشكيلات المتخرجة من قبل السيد اللواء محمد البشير سويد المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة. بعدها ألقى قائد المدرسة كلمة بالمناسبة. أيها المتخرجون، إنكم ستؤدون اليوم قسما غاليا عزيزا تلتزمون به بالوفاء للوطن والولاء لشعبه بعد جهد وتكوين وانضباط حرصت فيه المدرسة بإطاراتها وأساتذتها على تسليحكم بقيم العلم والمعرفة وأعلى مستويات التكوين والتدريب، فهنيئاً لكم بالترقيات إلى رتب تجعلكم تباشرون مشواركم العسكري، وهذا يفرض عليكم أن تكونوا على جانب كبير من الحنكة والذكاء وقدوة حسنة بأخلاقكم وأعمالكم وإخلاصكم وتفانيكم في أداء مهامكم بكل مسؤولية. أقسم بالله العظيم. بعد ذلك تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين. بعدها سلمت الدفعة المتخرجة العلم للدفعة الموالية. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم بن مبارك محمد زيري. ليتابع الحضور بعد ذلك تمرينا نفذه الطلبة لفك وتركيب الأسلحة الخفيفة. نفذ. تلا ذلك استعراض عسكري عكس المستوى الراقي الذي بلغه التكوين بالمدرسة.
وعلى هامش حفل تخرج الدفعات عاين السيد اللواء عروضاً لنشاطات في الميدان. في الختام تم تكريم عائلة المجاهد المرحوم بن مبارك محمد الدزيري. أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية وهران التي تتأهب لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أكد أن وسائل الإعلام أمام رهان حقيقي لإبراز الصورة المشرفة للباهية وهران ضمن تغطية آنية لنشاطات الدورة 19 والترويج للأبعاد الحضارية والسياحية والثقافية لعاصمة الغرب الجزائري. محمد سلمي. تتأهب ولاية وهران وعلى مقربة من احتضان الحدث المتوسطي لإبراز صورتها الحقيقية عن طريق وسائل الإعلام التي هي أمام رهان كبير لوضع المتابعين في مستوى التظاهرة. وحقيقي والمهمة لن تكون سهلة، لأنه للإعلامي والصحفي دور كبير جدا من خلال التغطية، والهدف الأسمى هو يبقى إبراز الصورة المشرقة إن شاء الله للجزائر. نحن كإعلاميين جميعا سنكون في الموعد لإعطاء أفضل صورة، وما هي إلا الانطلاقة إن شاء الله من هذه الألعاب لاحتضان منافسات قارية ودولية أخرى إن شاء الله. إن شاء الله هذه الألعاب تكون ناجحة بنجاح الإعلاميين ونجاح التغطية الصحفية، وإن شاء الله تكون تواكبها المزيد من النجاحات فيما يخص المنافسات وتحقيق الميداليات، ولما لا مراتب أولى للمنتخبات الوطنية. جهود حثيثة وإمكانيات وضعتها الوزارة الوصية في متناول وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية باعتماد فضاء لفائدة المركز الدولي للصحافة ومواكبة الآنية. لقد حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على عدم ادخار أي جهد لإنجاح الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وإجرائها في الظروف التي تليق بمكانة الجزائر ودورها الرائد في نشر قيم السلم والتسامح وبناء جسور التقارب والتعاون والتضامن بين الشعوب. تجسيداً لهذه الإرادة السياسية، فإن مختلف المؤسسات الإعلامية والفاعلين من القطاعين العمومي والخاص استثمروا في التحضير لهذه الألعاب وإقامة شراكات إيجابية لإنجاحها من مختلف الجوانب والمجالات منها الإعلامية. كما تعد هذه التظاهرة فرصة تتعزز من خلالها روح المواطنة التي يحملها المواطن على عاتقه لإعطاء صورة مشرفة لهذا الحدث. وهران المدينة الجميلة التي لا تنام تستعد لاستقبال ضيوفها من الوفود المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط من خلال تسخير أفخم المطاعم والفضاءات لتقديم أرقى الخدمات وأشهى الأطباق لإنجاح الطبعة 19 للعرس المتوسطي. خير أبو طالب. الباهية وهران المدينة المتوسطية التي لا تنام، كيف لا والساعة تشير إلى منتصف الليل وشوارعها الرئيسية تعرف ازدحاماً مرورياً وحركة كبيرة للمواطنين، خاصة وأنها ستشهد عرساً متوسطياً كبير. نرحبوا بالضيوف تاعنا، وإن شاء الله هذا العرس على البحر الأبيض المتوسط يكون عرس كبير في وهران. وهران مدينة كبيرة باهية، ونتشرفوا إن شاء الله استضافة الألعاب الأولمبية، ونشرفوا إن شاء الله وهران ونستقبلوا الزبائن تاعنا، وإن شاء الله يروحوا منا فرحانين ويعاودوا عندنا العام الجاي إن شاء الله والصيف القادمين إن شاء الله. المطاعم والفضاءات هي الأخرى تعرف إقبالا كبيرا للعائلات خاصة في الليل، وهي تستعد لاستقبال زوارها وتقديم خدمات راقية وكذا أشهى الأطباق التقليدية منها والعصرية بمختلف أنواعها. وهران شابة والتقاليد تاعها،
وكاين مناطق شابين في وهران، زعما ماذا بينا الناس اللي يجيو يزوروا، وكاين بزاف المناطق شابين يجيو يزوروا وهران ومرحبا بهم. اليوم نزلنا لوهران المدينة الباهية المميزة بناسا بكل شيء فيها. إذن هي وهران تكتسي حلة المتوسط لتستقبل زوارها من كل حدب وصوب. مرحبا بكم في وهران، وهران في القلب. دوليا وفي الملف الصحراوي، أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في أنغولا حمدي الخليل ميارة أن موقف العديد من الدول الإفريقية حول تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا والمعبر عنه مؤخرا أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار شكل ضربة قوية للدعاية والتضليل المغربي الذي شكك في موقف إفريقيا من عدالة قضية الصحراء الغربية. في المغرب يتواصل الغليان الشعبي في الشارع المغربي رفضا للمعاناة اليومية والانتهاكات والممارسات القمعية وغلاء المعيشة إلى جانب خيانة الأمانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني. أحلام بهلول. موجة الاحتجاجات في الشارع المغربي في منحى تصاعدي يومي أمام الواقع المرير رافضا لثلاثية الفقر وغلاء المعيشة والممارسات القمعية وسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، واقع شكل مصدر سخط وغضب شعبي متواصل. المواطن البسيط يتألم كثيرا بسبب هذا الغلاء الفاحش. المواطن البسيط ما يحويجه، المواطن البسيط بدا كيبيع نفسه، المواطن البسيط مستعد دابا يدير اي حاجه باش يوفر اللقمة البسيطة للأبناء ديالو والعائلة ديالو. الواقع المرير اللي كنعيشوا حنا معاناة يوم بعد يوم، ولذا نطالب المسؤولين بأنهم يجلسوا الأرض ويراجعوا رسوم في هذه الحالة اللي هي سميتو. ما بالك بأعالي ديال الجبال مثلا، إلا مشيت لأعالي الجبال الناس مقارين ما عارفينش، ما لقاو الماء ما يشربوا، ما لقاو ما ياكلوا، المعيشة غالية والخدمات ما كايناش. كنقولوا راه هذا وسط ديال المدينه، هذا لو سونتر اونتر ديال الاقتصاد. شوف دابا العطاله كيدايرها وايدي. انتقادات بالجمله موجهه لحكومه المخزن التي تتمادى ككل مره في اهانتها لكرامه الشعب المغربي. منكر قال الله ما ينا، هذا منكر. الناس تصور تتكحوا عليه، راه الفيديوهات غادي نلوحهم لكم، اولا توصلتوا يمكن بالفيديوهات راك تشوفوا كل شيء عندكم. هادشي علاش؟ هادشي علاش؟ تعدوا 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 كاين تعدوا. يضاف إلى كل هذا سياسة التطبيع التي تحولت إلى روتين يومي مستفز ويتحدى مشاعر أبناء الشعب المغربي الذين يرفضون أي علاقة مع الكيان المحتل، معتبرين ما يحدث اليوم يفوق كل التوقعات. بالأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد أمس شاب فلسطيني من بلدة سكاكا شمال محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة إثر قيام أحد المستوطنين الصهاينة بطعنه بآلة حادة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 21 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وجنين. في تطورات الوضع بأوكرانيا وتزامنا مع سيطرة القوات الروسية على منطقة توشكيفكا بالكامل في دونباس، يواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية الدفاعية في مقاطعة سيفرودونيسك في محاولة لتكثيف عملياته الميدانية شرقية وجنوب البلاد. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.